لأن المسرح أبو الفنون والأقرب إلى الجمهور لطرح معاناتهم وهمومهم، انطلقت فعاليات مهرجان طائر الفينيق المسرحي التاسع برعاية وزارتي السياحة والثقافة من على خشبة المسرح الروماني في حديقة تشرين، حيث تستمر فعاليات المهرجان لغاية التاسع من أيلول. أكيد وزارة الثقافة هي من أهم واجباتها المحافظة على الهوية الثقافية والحضارية للسوريين، تثبت من خلال أمثال هذه الفعاليات سواء كان مسرح أم سينما أم قصة أم شعر موسيقى فن تشكيلي إلى آخره، تثبت أن السوريين ما زالوا يمدون أيديهم للتحاور مع الآخرين بشكل ثقافي حضاري كما هو معتاد، وتنفي عن السوريين أي صفة غير ذلك منافية للثقافة والحضارة. المسرح أحد أوجه الثقافة كما الموسيقى كما الفن، وهو طبيعة السوري التواصل وقبول الآخر وتحاور بكل رقي وسمو، هذا ما سنشاهده اليوم أيضا من خلال هذه الفعالية. المرة التاسعة، هذا مو المرة الأولى، معروف من قبل الناس كثير، بيمثل شغلات كثير، طائر الفينيق، هناك أشخاص كثير شبهوا سوريا بطائر الفينيق، نحن بنقول لا، بنشبه طائر الفينيق بسوريا، لأنه سوريا حقيقة وواقع مو مثل طائر الفينيق. احنا سنويا بنعمل مهرجاننا بطرطوس، لكن السنه حبينا نعيد فعاليات المهرجان التاسع بدمشق برعايه وزاره السياحه ووزاره الثقافه. طبعا مهرجاننا مهرجان مسرحي بحت، نحن على طول بنشتغل مسرح، فرقه مسرحيه للهواة، كل يوم عندنا عملين مسرحيين، وفي شاعر من دمشق، كل يوم عندنا شاعر من دمشق رح يقدم معنا، لحتى نوصل رساله لكل الناس انه على كل متمدن في العالم ان يقول لي وطنان، وطني الذي ولدت فيه ووطني الام سوريا. تضمن الحفل القاء كلمات وتكريم رعاة المهرجان ومشاركة فنية للشاعر فادي الطالب، ليختتم اليوم الاول فعالياته بمسرحية حملت عنوان الوطن والشهيد لفرقة طائر الفينيق المسرحية.